بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء عبر قناة ياسر رياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات من أرضية هذا الميدان، ميدان الوذبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن، يومنا هذا يوم السبت الموافق هنا مشاهدين الكرام 27 يناير لعام 2024 للميلاد. هذا اليوم الذي خصص لسن اللقايا هجني أبناء القبائل، توزعت ما بين 25 شوطا لهذا اليوم ما بين الأبكار والقعدان المحليات والمهجنات وضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. 5 كيلومتر رحلة الأشواط، تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. بسم الله نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق الشوط الأول الرئيسي للأبكار اللقاية المحليات الأصائل. مقدمة الشوط مباشرة لنتعرف على الصدارة، من تأتي مع المركز الأول وتعلن الحضور بهذا الصباح مع المقدمة والصدارة والبداية. تأتينا مشاهدين الكرام هنا محنة مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي، من يقدم لنا هذا الاسم التاريخي مع المقدمة والصدارة. فرحة من تأتي مع المركز الثاني، نايف بن أحمد برحام الشامسي، من يقدم لنا فرحة مع المركز الثاني. انتقل مباشرة بدوري إلى المركز الثالث لنجد مياسة سعودة بن عبيد بن كنيش الهاملي، يتقدم مباشرة ويقدم لنا هذا الاسم لمياسة مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع، القدوم من دمعة مكتوم بن سعيد بن منانة، من يقدم هذا الاسم لدمعة تحتل المركز الرابع. المركز الخامس القادم الواصلة في هذه اللحظات، أرى اللي هي من تأتي الحذرة تعود الملكية أحمد بن علي بونو واصل اكتبي. انتقل مباشرة الى المركز السادس والقدوم والوصول هنا من هملولة للدكتور سعيد سالم الشيخ، من يقدم لنا هملولة. سابع المراكز اللي في المركز السابع اوتار غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبي، نقلة مباشرة الى المركز الثامن. من تأتي مشاهدين الكرام وتتقدم الهائلة تعود الملكية، من يقدم لنا الهائلة بهذا التقدم؟ ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يقدم هذا الاسم مع المركز الثامن. المركز التاسع هنا أسماء تتقدم، شعارات مشاهدين الكرام من أجل الفوز والناموس في عاصمة الميادين، الكل قادم للمشاركة انطلاقا مباشر. هناك مشاهدين الكرام الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري، من يقدم الصاملة؟ عاشر المراكز وختام النداء الأول، أرى اللي هي ملوح سعيد بن حمد بن مطر المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للشوط الأول الرئيسي، فوز وناموس طعمه غير في ميدان الوثبة عبر قناة ياسر الرياضية. مقدمة الشوط مسيطرة، محنة مع الصدارة، محنة مع المقدمة. هنا مشاهدين الكرام مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي، يتقدم بن الشيبة ويقود المسيرة ويقدم لنا محنة مع مقدمة الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز دمعة مكتوم بن سعيد بن منانة، من يقدم لنا دمعة؟ دمعة ومحنة بالفعل أسماء تاريخية، أسماء صارت وجالت بالإنجاز وبالنواميس، هن على الصدارة، هن على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثالث أرى اللي هي هملولة، هملولة تقدمت، انطلقت هملولة تعود الملكية للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، من يقدم هذا الاسم؟ ومن الجانب الآخر انضمام مباشر وقدوم ووصول، هناك أرى اللي هي تنطلق في هذه اللحظات وتأتي الصاملة، الصاملة تعود الملكية، غيرت الصاملة، احتلت المركز الرابع، تعود الملكية. سعيد بن فارس بن علي الخاطري المركز الخامس، خامس المراكز الحذرة وحذاري من الحذرة، تعود الملكية.
أحمد بن علي بن محمد بو نواس الكتبي من يقدم هذا الاسم للحذرة من تاتي مع المركز الخامس المركز السادس القدوم والوصول هنا أوتار تقدمت أوتار أول نداء لأوتار تنضم إلى المركز السادس تعود الملكية غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي وانطلاق مباشر من مياسة سعود بن عبيد بن كنيش الهاملي القادم أحلى من اللي قادمه هناك فرحة نايف بن أحمد برحم الشامسي يقدم هذا الاسم والوصول الجديد القدوم مشاهدين الكرام من شخصية عبد العزيز بن سالم بن ناصر الغيلاني القادمة هنا محنة خليفة بن عوض بالكيلة العامري هكذا الأسماء هكذا الشعارات لنعود إلى مقدمة الشوط لنعود إلى المركز الأول مع المنعطف الأخير ونبدو بالخط المستقيم ومقدمة الشوط بن الشيبة مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي من يقدم محنة مع الصدارة الثلاث اللي بهنزان اللقاء ثلاثة نجوم من الأبكار هجن الدار المحليات الأصايل ياهو منظر ياهو أداء ياهي عروض بالشوط الأول الرئيسي الكل يبحث عن هذه النقطة الذهبية من أجل الفوز والناموس المركز الثاني من تاتر اللي هي تتقدم في هذه اللحظات هملولة هملولة تعود الملكية للدكتور سعيد سالم الشيخ ومن الجانب الآخر هناك دمعة دمعة بن منانة اللي قادمة اللي واصلة في هذه اللحظات يا سلام هملولة تتقدم أربع من الأبكار أربع من الأبكار في موقع واحد الناموس حاير منصورة منصورة مشاهدين الكرام تتقدم في هذه اللحظات تعود الملكية لمالك منصورة عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي ما يبنى العطاري منصورة 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 تحكس الصورة ولكن مشاهدين الكرام هملولة ومنصورة محنة ودمعة الأربع الأربع مشاهدين الكرام انفصلا عن بقية المراكز ولكن هملولة 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 الدكتور هي على المقدمة ولكن من الجانب الآخر هنا محنة محنة مشاهدين الكرام مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي يقدم لنا هذا الانطلاق والشعار دمعة بن منانة الشوط الأول الشوط الأول الخمسمائة متر الأخيرة القادم أحلى وصلت شخصية شخصية قادمة بكل قوة عبد العزيز بن سالم الغيلاني ومن الجانب الآخر الطيار محمد بن سعيد بن سلمة ولكن لنا عودة لنا عودة إلى هملولة إلى محنة محنة وهملولة في صراع الأبطال في صراع الأقوياء الدكتور يقدم هملولة بن الشيبة يقدم لنا محنة المركز الثالث اللي هي تتقدم شخصية 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 بارزة بارزة شخصية أهالي السلطنة أهالي السلطنة أهالي ساحة الرمز قادمين قادمين واصلين للفوز والناموس قاصدين هملولة شخصية هملولة هملولة ما سلمت ما سلمت الدكتور مع الفوز والناموس الشيخ ومع الانتصار تهانينا والناموس لمالك هملولة للدكتور سعيد سالم الشيخ المركز الثاني شخصية عود الملكية من يقدم عبد العزيز بن سالم الغيلاني المركز الثالث محنة مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي المركز الرابع رابع المراكز الطيارة محمد بن سعيد بن سالم بن سلم المنصوري والمركز الخامس دمعة مكتوم بن سعيد بن منانة هكذا النتيجة مشاهدين الكرام نذهب لملخص هذا الشوط سبع دقائق 28 ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا والناموس لمالك هملولة الدكتور سعيد سالم الشيخ على هذا الفوز والانتصار محنة سبع دقائق 28 ثانية خمسة من الأجزاء قدمت أرض إشكر عليه وإشكر بن الشيبة السبوسي من قدم لنا محنة المركز الثالث هنا المركز الثاني أو الثالث بالفعل شخصية منتت مع المركز الثالث سبع دقائق 28 ثانية ستة من الأجزاء مشاهدين الكرام منتت شخصية لمالكها عبد العزيز بن سالم بن ناصر الغيلاني مع المركز الثالث هكذا النتيجة ولكن الشوط الأول الرئيسي يذهب مباشرة لمالك هملولة للدكتور سعيد سالم الشيخ من قدم هذا العرض المميز لهملولة تهانينا والناموس.